تتوقعين ان انا شخصيا عجبني كانت في زمان التجربه وايد حبيتها، ومن فنانه كبيره نفس سعاد عبد الله يعني تقدم على هذا يعني هذه التجربه. لا لا في وقفه. انزين بس انا انت ايش رايك؟ انا مثلا باللوبس لما يدشون عندك او يدشون عندي في البعض يقول لك ما حبينا كان في كل زمان كمتابع. انا اتوقع انت ما تتوقعين فرح ان العيب ان احنا ما اهلنا الجمهور على مسلسل كذي. قلت لك توا ان يمكن المشاهد ما تعود على هذا النوع من الدراما. مع انه قاعد يشوفونه ترى في الدراما العربيه. بس في مسلسلات. انت بتخاطبين مجتمع خليجي، مو الكل ممكن يطالع مسلسلات عربيه. مو اللي ينفع هنا ينفع هنا. انت ما تعرفي الجمهور عاوز ايه. لا الجمهور احنا اللي والله حيرنا، ما مو عارفين هو ايش يبي. ايه يعني ما شاء الله الحين احنا خصوصا مجتمع الخليج جمهور متذوق للفن يعرف. قام يقيمنا احنا كفنانين وقام بادائنا. بس يفهم؟ يعرف. في ناس تفهم. في ناس ما لها بالفن بس تفهم. اي بس التفاصيل ما يعرفها. في ناس تفهم بالتفاصيل. مو الكل طبعا بس في ناس تفهم. اوكي. فيمكن ما تقبلت هذا النوع من الدراما لانه جديد عليها، ضاعت، يعني كان في كل زمان لما تضيع حلقه تدش على ثيمه ثانيه، حلقه حقبه زمنيه، قصة ثانيه، فالمشاهد يمكن تاه، اللي تابع عرف شنو الدنيا، بس اللي ما تابع اكيد بيضيع يعني. انا كان رايي دائما لما احد يحاكيني اقول له ليش ما عجبك؟ زين قصه ما عجبتك؟ اللي وراها. اللي مو اللي وراها، اللي وراها. في ثلاثيه او رباعيه يا ربي ما اذكر، مو حاضر. ام سعف؟ ام سعف. اوكي. لاقت طبعًا. اقبال. في مالت الغزو. ورقية النسرة. مالت الغزو. خيانة اغسطس. لاقت اقبال لين اليوم انا يكتبوا لي حتى اخر واحدة دير بالك على اخوك. في وايد بالعكس انا سمعت ترى وشفت وانا كنت انا المتابعين ترى يعني انا حتى اكون حريصة دائما اني اشوف نفسي ان احب اطور من نفسي. انت تقدرين تشوفين تفتحين على حريصة اني انا في ممثلين يقولوا لك ما اقدر اطالع. لا انا وايد حريصة اني ابطل الحلقة واشوف اقعد ببيت الصيم وابطل التلفزيون اشوف شنو سويت يعني. لان مثلا يصير فيني لا هني حرام ليش ما سويت كذي ليش ما هني سويت كذي. هذا انا رقابه ذاتيه هني انا اطور من نفسي كفنانه كممثله. مو في فنانين يقول ما ما احبت اتابع نفسي على اساس ان لا اقعد انا اعدل على نفسي واقعد اقول ليش ما سويت كذي وليش ما سويت كذي وفي الاخر ما اقدر اعدل المشهد. ما ادري انا يعني انا دائما اقول الجاي احسن. وانا يعني بالنهايه قيد التطور وقيد الانشاء ترى بعدي قيد الانشاء حلو قيد الانشاء ف احب اراقب نفسي. انت شاركتي في خيانه اغسطس؟ اي شاركت. انت مقتنعه بالحوارات فرح؟ شوفي انا ما اقدر اتكلم عن قلم الكاتبه بحماده لان انا من اشد المعجبين بقلمها. فبالعكس انا اشوف انه دائما حواراتها واقعيه صجيه نستخدمها. اي بس انت عمرك عن عمر هبه يفرق يعني. يعني هي عاشت الغزو. اي. انت الغزو كان يمكن عمرك سنه اقل. ما يعني انت تشوفين ان مثلا الكتابه كانت بعيده عن الغزو كوني انا ما كنت مولوده بالغزو؟ ممكن يعني انا كان عمري 13. اذا انا يمكن ما انولدت بس انا يعني انا معجبه بقلم الكاتبه هبه حماده وكنت حابه ومتشوقه اني اشتغل معاها. انا يعني ما ادري ليش انا التقيت فيها قبل فتره عند سعاد عبد الله. اول مره نتحكى ويا بعض. قلت لها ليش ما عجبك المسلسل؟ قال انتاجيا. كانت انتاجيا كان المفروض يكون غير ووفروا وما شنو صارت يعني اشياء، بس انا عندي يعني احنا عشنا الغزو يعني فرح مستحيل يعني مثل مشهد نفس مال شجون اللي تقول
صدام هذا ريسك انت يعني مو انا. انا على اللي سمعته وعلى اللي بحثت كانت انقتلت في 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 كثير مواقف صارت كانوا الحريم تف بزياده انه مو راضين على الديره، مو راضين على اللي قاعد يصير، كان في ناس تردد، كان في ناس انا سمعت يعني اكيد بس انا سمعت. انت قاعد تحاكين جيش اي اول عقوبه في اعدام، فتخيلي اخر عقوبه شنو؟ يعني هذا ترى هم اول ايام كان عندهم السالفه هذه، بعدها لا صار الذبح اللي يعني حولوها نفس ايام صدام في حكمه للعراق قتل. اذا انا بقتل العراقي ما راح اقتل الكويتي اللي قاعد يجادل، احنا على ما استوعبنا ان هذا يعني احتلال دموي، كان احتلال دموي. انا للامانه ما عشت، انا سموني فرح فرحه الكويت جدتي الله يرحمها قالت مولوده 89 91 قالت لي قالت جدتي الله يرحمها افراح كانوا تقول لها كنا فرح واحده احلى دام الكويت فرحانه وشي فسموني فرح، فما حضرت وعشت الغزو. والله يعني محظوظه والله والله ما تدرين بالعكس تنولدين بالفرح ولا تنولدين بالحزن.